بالي سؤال تي من ضمن التصريحات النارية اللي ايه تسويها، صرحت يوم من الأيام وقلتي إن الفن حرام ايه واطلب من الله التوبة. ان شاء الله. والله التصريح هذا كان طبعا هو قاعد تكلمين في كلام منطقي منطقي وكلام شرعي وكلام سليم، صح، ولكن يقولك شلون والله اليوم دنيا تصرحت تصريح وهي ما زالت تغني وموجودة وعايشة حياتها. شوف عن حب والله. وتدري عن هذا الشيء إنه حرام. عن حب. نعم. كثير ناس قاعد يسوون أشياء حرام، مو بس الغناء، انك تتكلم عن اخوك وتاكل في لحمه هذا حرام. نعم. في حد ذاته يعني. فكثير اشياء قاعد نسويها او يسوونها ناس حرام، فاحنا قاعد نسوي شيء يمكن يكون الله يتوب الله الله يسامحنا. نعم. نعم. بس حبته يعني، يمكن انه يكون غلط بس انا حبته وان شاء الله في يوم من الايام اصلح هذا الغلط. في بعض الاشخاص نوره ودنيا معانا، بعض الاشخاص عندهم فكر في موضوع الحرام، في عندهم حرام وايد كبير وفي حرام عندهم صغير. زين، فالحرام الصغير يقول لك يلا عديها وتمشي عادي، لا في لكن الحرام الكبير هذا ما قرب يمه. حرام حرام والحلال حلال، علشان ما نكذب على روحنا. فالله ان شاء الله نكون قاعد نسوي اشياء قاعد تغطي على الشيء الحرام، ما اعرف اذا هو كبير او صغير اللي قاعد نسويه. تعرفين شنو الدنيا يعني، الشيء الحديث يجر حديث. مثلا ممكن تقولين مغنى حاطته في مثلا حسابك، ولا مثلا حاطه شغله، ولا يعني عرضت لك لبس معين، تلاقينهم هم يعني يقولون لك حرام، بس الطريقه اللي يوصلون لك اياها الحرام تقولين ان هم اللي قاعد يكتبونه حرام. اي يعني ما في داعي، كل واحد عارف شنو قاعد يسوي، كل واحد يعرف مسؤول عن ذاته. مسؤول عن ذاته. انا يوم اموت انا اللي راح اتحاسب، لا انت ولا انت ولا غيرك. يعني المفروض ان هاي الامور تكون عندنا، يعني ان لبستي شيء وروحي سوي خير للناس، انت مش عارف اذا انا قاعد اسوي خير او ما اسوي. يمكن الخير اللي اسويه انت ما تسويه، اللي انت تصلي 24 ساعه وما ادري شنو تسوي في الاخر، بكلمه ممكن انك تعفس كل شيء. فيمكن ان انا بخير صغير وبسيط اني اسوي شيء كبير عند رب العالمين. صح. فالمفروض ان ما نتعمق وندخل في امور احنا ما لنا خص فيها ونتفلسف واحنا مسوين اكثر من الشيء اللي مسويه الطرف الثاني.